السلام عليكم. اليوم طريقة عمل ورود الكروشيه، طريقة سهلة وفكرة أو فكرتين لاستعمالها. كلنا نعرف أنه استعمالها بالملابس بكثرة، يعني وهي من القديم كانوا الملوك والأغنياء والطبقة العليا يستعملوها، ما كان اكو دانتيلات بهذا الشكل، وكانت كلها كروشيه يستعملون للملابس. فمثلا هذا الشاكيت امامكم كله قطع، كله ورود. فهذه الورود مالته، هذه الورود، وانتم تعرفون كثرة هي مستعملة للملابس، فلربما البصمة ما تطلع أسرع أنا أوضحها. أما استعمال آخر مثلا للمائدة الطعام، فكرة حلوة تستعمليها للملاعق والسكاكين والأمام الضيوف، كلش حلو توضع على المائدة، أو ممكن بالكوشات، ممكن بعد ما ترسم تطرزين الكوشات وتضيفيها هاي، وهذه صار لها فترة طويلة وتنغسل وماكو عليها أي شيء. بعد التطريز أو ألوان متعددة، بعد التطريز ممكن تخلين جنابه، بعد التطريز تخليها تثبتيها، أو ممكن أيضا بالرسم بعد ما ترسمين الكوشة، بعد ما ترسميها بالأكريليك هذا الشكل الحلو، بالأحرى مو بعد ما ترسميها، أول مرة أول تقومين بعمل الورود وبعدين الرسم، حتى الورود تكون يعني هي نفسها تاخذين طبعتها تخليها على الـ هذا، يعني تكون هي كاملة وعلى حجمها ترسم هذه. هالشكل تثبت بشكل حلو، فتصير مثل شلون مجسمة. فردتوها هم قلبوها حتى أسوي لكم إياها. مثلا هذه هي حلوة، صارت حلوة بدون هذه، بس تصير أحلى بعد بهاي الورود بعد ما أثبتها. فخليت بها خيط حتى تثبت. هذه أيضا فكرة. فطريقة عمل هاي الغرزة أو هاي الوردة هي هذا اللي رسمتها هنا، رسمتها شو تبين. على كل حال راح أوضحها. ياي كلش سهلة، ماذا تبين؟ يجوز أضيف الرسم على الفيديو إذا ممكن. فناخذ اول خطوه، ناخذ اذا اخذنا غرزه خيط سميك تكون وردتنا سميكه كبيره، واذا اخذنا خيط هالشكل رفيع يكون الورده اصغر طبعا. فهذا كل واحد بينا يعرف هاي العقده. اتصور انتم يعني بعد صرتوا ماهرين بهاي الشغله، العقدة والسلسلة، سووها السلسلة 5 أو 6،
خمسة أو ستة، نسويها خمسة أو ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هاي ستة حتى تصير كبيرة. بعدين بأول غرزة مدخلين سر غرزة واحدة فانقفلت، تاخذين هذا الخيط اللي تركتيه وتسويه واحدة اثنين، يعني تطبقيه اثنين فصار أول عمود. بعدين تسوين تقومين بعمل عمل 12 عمود، بين كل اثنين واثنين غرزة سلسلة واحدة بس، يعني صار عندك ست مجاميع واحدة سلسلة، وهكذا. ممكن تسوي هذا تطلعي مرتين للسنارة، وممكن تسويها على شكل يعني ممكن نص عمود وممكن عمود براحتك، وممكن حشو أيضا يعني بدون لفة خيط نهائي فتكون أصغر. فإذا تريدين الوردة تكون صغيرة بهالشكل تكون. هسا نشوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه الستة، ست مجاميع كل اثنين اثنين. هسا نربطها بأول وحدة، نربطها أول وحدة، بعدين نروح بغرزة منزلقة إلى السلسلة الأولى، نسوي بها خمسة أو ست، اثنين ثلاثة أربعة خمسة سلسلة. وين نثبتها؟ بهذه، بهاي الثانية، ثاني غرزة، هذه وحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وين؟ بهاي السلسلة ثالث وحدة، عندنا ستة، وهكذا أربعة خمسة، وين؟ هاي بالرابعة، هسه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وين؟ هنا. بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه أثبتها هنا، بس أروح وين؟ على أول سلسلة، يعني أروح بغرزة منزلقة هنا هيجي، ثبتت نفسي هنا. ايش راح اسوي؟ اول وحده هيجي بدون لفه خيط، مجرد منزلقه، مجرد تثبيت. ثاني وحده لفه خيط بس مره واحده. بعدين على عدد حجم السلسله اسوي اعمده لفه خيط على مرتين، واحد يعني مرتين طلع السنارة، ها هي حجم ال. إذا حبيت تسويها للملابس فتكون على حجم العدد، يعني خمسة على حجم عدد السلسلة. وإذا حبيت تسويها مجسمة للكوشات وللأشياء تحطين بهذا الشكل، تخلين أكثر، خلين أعمدة أكثر. هسا هذه خمسة تشوفوها، بعدين الأخير عمود مرة واحدة، بعدين واحدة تثبيت أو منزلقة أو، فصارت هالشكل. هاي للملابس مفتوحة، هاي أيضا أول واحدة هيجي، بعدين مرة واحدة يعني نص عمود، وبعدين خمسة أعمدة على شكل مرتين، وهكذا إلى الأخير. إلى الأخير صارت قد ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. وهسه الآن وهسه الآن نثبتها بوحدة منزلقة، هاي هذه
تتكمل كلها. لكن اذا حطيناها للوردة مثلا، هاي ازيدها وحدة، ازيدها وحدة حتى هيك تصير. لكن اذا ردت ازيدها اكثر، اريدها مثلا تصير هيك بهالشكل، بعد اكثر ازيدها عن عن حجم السلسلة. وممكن هذا الداخل ما اخليه بال لفه خيط، بدون لفه خيط، بدون لفه خيط راسا، بس حشو. واذا حبيته تصير مجسمه، ارجع السلسل بال بايدي. وين انا خليت وين خليت مو منا ومنا، اخليها منا من وسط نفس المكان، نفس المكان بين العمودين، همينه عدد من السلاسل ازيده وحده وتصير هيك مجسمه، ازيده وحده. اكو موديل لاخ ورده، هذا موديل لاخ ورده، ايضا بالوسط سلسله، وايضا حشو داخله بس بدون لفه خيط، وسلاسل داخله سلاسل، وهاي السلاسل تكون بها غرزة حشو، هاي السلاسل تكون بها غرزة حشو. هسه احاول اخلي الصورة مالتها بالفيديو. احاول الحقها. فهذه هي الوردة. اما الورقة فالورقة تكون بهالشكل. الورقة ابسط ورقة، هذه مو يعني كل الاوراق، لا ابسط ورقة هالشكل، سلسلة طويلة براحتكم بقدر ما تريدون. هسه راح اسويها كلش كبيرة الغرز حتى تمشي سريع بيدي هالشكل. هذه سلسلة، وبعدين ارجع الى ثالث غرزة واسويها منزلقة، وارجع اميني وحدة لخة، رابع، بعدين الف الخيط ومرة واحدة، وبعدين الف الخيط ومرة واحدة في الاثنين، بعدين الف الخيط ومو مرة واحدة على شكل مرتين، او واحد او اثنين، ها اثنين او ثلاثة كيفك حسب الورقة اللي تريديها، بعدين لفي مرتين حتى تصير بعد اعرض، مرتين الخيط وعلش مرتين، وهذه لفتين واحدة ياي، هاي لفتين ومنا واحدة اثنين ثلاثة، صارت اعرض مرتين الاخ، لو لا ما تكفي ما يكفينا السلسلة. هسه لفة واحدة، نرجع نقفلها للوردة، ونرجع مرة الأخرى نسويها لفتين، لفة واحدة، نرجع لفة ومرة واحدة، مرة واحدة نطلعها من السنارة لفة واحدة، وبعدين هذه الغرز ما هي أساس يعني، بكيف الواحد سوين اطول اقصر بكيفك، بس فد اساس هذه، هاي كلش بسيطه الورقه. هذه الورقه تحتاجيها مرات البعض، مثلا هسه شوفوا شها مثلا هنا بالتطريز بالحياكه مثلا، هذه بعد ما ثبتتها هالشكل تسووها، او هالشكل تضيفوها للاوراق للورود للحياكات، ايضا مرات تخلون التثبيت تثبيت القطع مثلا، هذه هذا التشاكيت، ها
هذا الشاكيت لما يثبتوه مع بعضه شلون يثبتوه؟ يرسموا له باترون. هذا الشاكيت رسمين باترون ويرتبون عليه الورود، وبينة الورود تحتاجين أوراق، تحتاجين ورود أصغر حتى تسدون الفراغ. الورود الأصغر مجرد أنه دائرة وتخلين بها الحشو، مجرد حلقة تخلين بها الحشو، فيعني من هذا الشيء يعني أو من هذه السلسلة. فتلاحظون هسه هذا الباترون مالته وهذا الكم وهذا ال، فكلها خلي لها باترون والباترون ماشيين عليه. أما إذا مربعات النقشة مربعات فسهلة بال، ما تحتاج هيجي مثل هذا الدوائر. الدوائر تحتاج أوراق وأوراد وحتى تسدين الفراغ اللي بين الدوائر. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.